قضيت في السجون المغربية 25 سنة، سنتين في مراكش و 23 سنة في القنيطرة، سجن مركز القنيطرة. حكمت بالإعدام يوم 7/4/1980، وبغيت في حكم الإعدام إلى يوم 8 مارس 1994، كل ليلة ننتظر فيها تنفيذ حكم الإعدام، خصوصا منين ينفذوا حد حذايا من المعتقلين، لأن هذا الحي اللي كنت أنا فيه مخصص لمن يحكم عليهم بالإعدام في المغرب كامل. ولما ينفذوا حد من الإعدام حذايا، أنا يتخيل لي عن دوري حتى أنا جاي. الظروف اللي كنت معانيها، أولا أنا ملتقي ألقي علي القبض مهرس من كتفي اليسر ولم يعالج إلى حد الساعة، ولا زلت أتألم منه إلى حد الساعة، لأني بغيت 10 سنين عاقب إلقاء لي القبض ما عرضوني على الطبيب. كنت في زنزانة طول 1.5 متر والعرض 0.5 متر، وفيها مرحاض قريب مني بدون شي ساتر. انا كان اللي يشغل بالي وسولت عنه ياسم الاسئله، الطريقه اللي نفذ بها المغرب الاعدام شنو هي؟ يا كانوا شنق يا كانوا رميان بالرصاص. جبرت شرطي مسجون وسولته كيف تعرف هاي القوانين، قال لك اللي قريت في القوانين على ان المغرب ينفذ حكم الاعدام بسبعه الرصاصات، 6 في في في, في المتهم، والسابعة يسموها غرطاسة الرحمة، وكيل الملك ولا وكيل الدولة يديرها في راس المعدوم ياك يموت في صافي تن. المكتب الأوروبي بجنيف للدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وطالب هذا المكتب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين على راس محمد الدش. وهي الحمله امتدت الين انخرطوا فيها جميع المنظمات الدوليه المدافعه عن حقوق الانسان، ولا المنظمات الدوليه المدافعه عن حقوق الانسان المهتمه بغادي الصحراء. تواصلت الحمله الى يوم 7 نوفمبر 2001، تم الافراج عني. وتم الافراج عني منين فرجوا عني، مشاو بيا للرباط وساوموني غادر من المساومات. يقرانا هذا اللي نقول لك، كثير من الناس يسال كيفاش انت صمت هذه 23 و24 وكذا ومحكوم بالاعدام. انا مؤمن عن 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 المغرب ظالم الصحراويين، وهذه القناعه وحدها هي اللي جعلتني نصمد، لاني الا جبرت راسي استشهدت من اجل هاي القناعه راني شهيد.